نروح مع حضراتكم للموسم الرمضاني الدرامي اللي الحقيقة السنة دي في يعني شكل كده مختلف، ستايل مختلف للمسلسلات، مسلسلات 15 حلقة وانتهت، الناس ما كانتش عايزاها تخلص، ومسلسلات الناس مستنياها لأنها جاية في الجزء الثاني من رمضان، ويمكن جمهور كتير مستني بدء عرض مسلسل جات سليمة اللي ابتدى النهاردة أعتقد الحلقة الأولى للنجمة الجميلة دنيا سمير غانم، واللي بيبدأ عرضه زي ما كنت بقول لحضراتكم النهاردة يمكن جاي على سي بي سي تقريبا، مسلسل كوميدي وزي ما كنت بقول لكم 15 حلقة، وبترجع في بقى النجمة دنيا سمير غانم للدراما الرمضانية بعد ما غابت عنها السنة اللي فاتت، وعشان كده الناس كلها مستنية المسلسل. والحقيقة انه كمان نجوم كتير جدا مشاركين دنيا سمير غانم البطولة، مسلسل اسمه جات سليمة، عندنا نجوم كتير، محمد سلام، الأستاذ سامي مغاوري، الجميلة هالة فاخر، شيرين، محمد ثروت، الحقيقة يعني كوكبة كده من النجوم اللي انت أول ما تشوف البوستر أصلا بتاع المسلسل تبتسم لوحدك أول ما تشوفهم. دلوقتي معانا على التليفون الفنان سامي مغاوري. مساء الخير على حضرتك وكل سنة وانت طيب، رمضان كريم ومبروك المسلسل. مساء النور عليك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا وعلى مصر إن شاء الله. عايز أسأل حضرتك عن تجربة المسلسلات ال 15 حلقة دي، رأيك فيها عامل إزاي، وخصوصا إن المسلسل جات سليمة هيتعرض في النص تاني من رمضان؟ والله أنا شايف إنها تجربة مهمة جدا ومفيدة جدا، وهتفيد المشاهد وهتفيد الدراما العربية، لأن طبعا الإيقاع هيبقى مشدود، الأحداث هتبقى متلاحقة، وهيبقى في فرصة إن بدل ما عمل واحد ياخد 30 حلقة يبقى في عملين ياخدوا 30 حلقة، يعني في فرصة لكتاب جدد، مخرجين جدد، مؤلفين جدد، ممثلين كتير شباب، فرص وجوه جديدة، يعني الفرصة في مسلسل 15 حلقة أفضل من 30 حلقة، بدل ما نقع في فخ التطويل والإطالة إحنا بنشوف أحداث متلاحقة وسريعة جدا. طيب كواليس العمل بقى مع الفنانة دنيا سمير غانم ومع كل الكوكبة الجميلة وحبيبتنا كلنا هالة فاخر ومحمد ثروت ومحمد سلام، الأسامي دي كلها أسامي كوميدية من الدرجة الأولى يعني. يعني أنا شايف إن التجربة مع دنيا سمير غانم تجربة بتبقى مميزة جدا. ده مش أول مرة أنا أشتغل معها فيها في عمل، لكن أنا اشتغلت معها في أكتر من عمل، وأفكر الناس بمسلسل لهفة ونيلي وشريهان. لهفة أعتقد كل الأعمار يعني محدش بينسى لهفة ونيلي وشريهان، الشخصيات دي خلاص حتى الولاد الصغيرين دايما يقلدوا حاجات في المسلسل أكيد أكيد طبعا. وأنا كمان شغال معها في مسرحية بتعرض حاليا على خشبات مسرح القاهرة، فأنا عايز أقول إن هي بنت موهوبة جدا، مهذبة جدا، ملتزمة جدا، مريحة جدا، بتحترم الكبير والصغير، بتجتهد في شغلها، يعني زي ما بنقول كده بتشتغل على نفسها كويس قوي، وبتهتم جدا جدا بشغلها، بتهتم بالآخرين. الكواليس جميلة جدا، يمكن أنا أغلب شغلي كان مع الفنان الكبير خالد الصاوي، وخالد الصاوي ده كمان الشغل جنبه شغل يعني مريح جدا ومفيد جدا، يعني الحكايه مش حكايه اتنين زملاء بيشتغلوا جنب بعض، انما مدرستين اداء مختلفتين، هو عميق جدا ولا تفوته تفصيله ولا يفوته، يعني مثقف جدا 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 وقوي جدا جدا جدا، بيريح الممثل اللي جنبه. هالة فاخر طبعا ده عشرة العمر الجميل، وفنانة كبيرة وأستاذة كبيرة، كل الناس في الحقيقة، يعني اختيار الإنتاج والإخراج لهذا الكم من الممثلين اختيار أنا أعتقد أنه موفق جدا، سلوى خطاب وشيرين ومحمد ثروت وكريم عفيفي والناس دي كلها، بس مش عن والاستاذ صلاح عبد الله طبعا بلا شك ما شاء الله، يعني ده دي كوكبه من نجوم الكوميديا المصريين اللي اعتقد ان هم اكيد هيكسروا الدنيا في جات سليمة ان شاء الله، لان الموضوع مختلف خالص، الرؤيه مختلفه خالص. الموضوع بيفكرنا كمان بألف ليله وليله القديمه بتاعه زمان اللي كنا كلنا بنستناها وبنحب نتفرج عليها، هي مش ألف ليله وليله لكن الاجواء بتعيدنا الى ألف ليله وليله، الربط بين الواقع وبين التاريخ، وإن كان التاريخ طبعا ليس تاريخ موثق ولكنه صورة من صور التاريخ اللي احنا ممكن نتخيلها،
فدي احنا بتدينا فرصة للفانتازيا والجماليات. اللي وتمتعنا هتعمله احنا دنيا، اللي كمشاهدين. هتعمله دنيا غريب جدا، وهيبقى مفاجأة للسادة المشاهدين. احنا في انتظار المسلسل، وهنتابع المسلسل حلقة بحلقة. نسعد بحضراتكم، شكرا جزيلا على ان انتوا دايما صناع البهجة لينا. الفنان سامي مغاوري، شكرا جزيلا على وجودك معانا النهاردة.